إذن مرحبا بالمتابعين الكرام متابعي قناة أخبار الفجر المغربية والفجر سبور هنا من قاعة الوحدة بمدينة الكرة الطيران باقي اللاعبين إلياس مسعودي خليل وهراء وهذه كانت محاولة أيضا لفريق دينامو ولكن عند كرة طويلة وخطيرة ولكن تدخل جميل ديال الحارس عبد الصلاح الكرة عند هابيل هابيل فورا استمر اللاعب وصل الكرة عند اللاعب مع خليل وهراء ومع الفضاء الإصابة الأولى جمال الصافي جمال الصافي تسجل الأولى في حدود الدقيقة الثالثة إذن الهدف الأول لفائدة الزوار سكر أكادير هنا بقاعة الوحدة بمدينة القيطرة في حدود الدقيقة الثالثة تقدم صقر أكادير أمام دينامو القنيطرة بهدف لصفر من اللاعب جمال الصاصي زميلة باللاعبين ديال دينامو عند أيوب الوندوري أو هذا كان اللاعب حمزة الرواس 11 جمال وكرة خطيرة والهدف لا 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 هدف يضيع فريق دينامو القيطرة محاولة جميلة ديال اللاعب أنا ديال اللاعب أنس بقليل كي الكرة كتضرب في العريضة كترجع له عاود مرة أخرى كيضربها في الرأس ولكن كتشبها لها مدافع من أمام على خط مرمى ديال الحارس عبد الحفيظ مخريص اللي كان ناجم تنزل الدفاع الكرة عند بدر كرة خطيرة ولكن الحارس عبد الحفيظ مخريص دائما متواجد في المكان المناسب الرصاص غادي يسدد الكرة هدف جميل ديال جمال لا 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 التسديدة كانت قذفة مؤطرة بشكل لازم ديال جمال الرصاص ما خلاتش أي حظ للحارس عز الدين طالع تصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون عرض ثلاثة أهداف دون رد لنادي الصقر أكادير هنا اختراق جميل إسماعيل مزال باختراق خيالي تجاوز أكثر من لاعب وسجل هدف الرابع هدف خلاص وسط نرفزة لاعبي نادي دينامو القنيطري الآن في بحث على تسجيل هدف الشرف لحفظ ماء الوجه لا هدف اللاعب جمال الفاص اللي يسجل الهدف الثاني الشخصي ديالو الهدف الخامس عفوا لاعب رقم سبعة جمال الفاص حصة ثقيلة حصة ثقيلة تيخرج بها فريق صقر أكادير منتصرا في هذه المواجهة في نادي فتح 12 حامل لاحق لتعليق الزميل أيوب العسري والآن نهاية المقابلة حصة عريضة خمسة أهداف تنتصر بها نادي صقر أكادير على ضيفه دينامو القنيطري أو على مستضيفه دينامو القنيطري كان معكم في تعليق هذه المقابلة الزميل عمر شباه وفي المتابعة محمد بلقادو في التصوير مريم الزكراوي إلى اللقاء في وقت قريب.